كنت تحب الرياضيات هذه؟ لا أنا كنت أدبي. بمرحلة الابتدائي والإعدادي يعني؟ لا أبداً، كمان كنت أحس فيها صعوبة كتير وبدها تركيز، لهيك فوراً دخلت أدبي. حتى في بعض الأشخاص يعني حتى لو بحبوا هاي المادة، مثل ما قلنا الأستاذ عمار إنه هاي المادة إلى هيبة، والأستاذ الرياضيات دائماً يعني هو خلينا نقول كان مصدر إنه التزام للطالبة، ولكن اليوم عم نحكي عن مادة مهمة جداً بحياتنا، يمكن إحنا عم نستخدمها بشكل يومي من دون ما نشعر. اليوم الرياضيات عم تدخل بالفن، عم تدخل بالموسيقى، عم تدخل بالتكنولوجيا، ونحن بتساعدنا كتير لنفهم العالم الحوالينا، لنقدر نقيس العالم الحوالينا، وأيضاً يا هايدي اليوم إلى فوائد إيجابية بتطوير مهاراتنا الحياتية. صحيح يا رشا، يمكن مثل ما ذكرتي في كثير من الاشخاص اليوم ما بيعرفوا انه ماده الرياضيات هي مو بس ماده دراسيه مهمه للدراسه، لا هي ممكن تكون كثير مفيده بحياتنا لحتى نعرف كيف نحل مشاكل بنمرق فيها، كيف بنعرف ناخذ القرار الصحيح بحياتنا. رح نعرف اكثر مشاهدينا عن اهميه ماده الرياضيات وكيف ممكن اليوم نبسطها بطريقه افضل للدراسه، تفاصيل كثيره رح يخبرنا عنها ضيفنا اللي صار معنا ضمن الاستوديو الاستاذ عمار قدوري مدرس ماده الرياضيات. صباح الخير. اهلا صباح الخير استاذ. صباح الخير استاذ عمار، واهلا وسهلا فيك. أهلا اول وسهلا مره فيك. بشوف استاذ رياضيات عم يبتسم. بالعاده استاذ رياضيات له كاريزما وخاصه فيه لطلابه يعني، وهذا الشيء بخلي يعني اليوم اذا بتسال الطلاب كثير بيقولوا لك او استاذ رياضيات فلان الفلاني مرق بحياتي الدراسيه ما بنسى، وانا حدا منهم يعني. طيب بدايه استاذ عمار خلينا نعرف اليوم بماده الرياضيات، واليوم شو اهميتها بحياتنا؟ لا اولا هي رياضيات، هي الرياضيات هي غذاء العقل. نعم. درجة أولى يعني من مؤسسين علوم الرياضيات المختلفين مثلا فيثاغورس وما شابه بالعهود القديمة السابقة، يعني كانوا إذا بدهم يطوروا عقل شخص معين بيعطوه مفاهيم أو أحاجي رياضية. نعم. هي بتساعد البني آدم بشكل عام، بالإنسان بشكل عام، على أنه يطور مهارات تفكيره، يساعده في حل مشكلاته الحياتية اليومية أولا، ثم فيما بعد يطور هاي المشكلات، مثلا يطور هاي المشكلات بتنحط ضمن قوالب معينة، بتصير رموز رياضية، بتصير حلولها، حلول الرموز الرياضية هي تعبر عن حلول هذه المشاكل اللي ممكن الإنسان يتعرض لها. تمام. استاذ اذا بدنا نعرف من حضرتك اكثر كيف ممكن نطبق اليوم الرياضيات بمجالات الحياه، شو بتخبرنا؟ يعني هلا في له تطبيقات كثير كبيره، يعني مبدئيا هو اي قانون لا يصبح قانونا نافذا اذا لم يطبق يكتب بشكل رياضي، بشكل مفاهيم رياضيه ورموز رياضيه. وبالتالي نحن عم نتعامل مع مثلا مع الطب، هندسه، فلسفه، شو ما كانت العلوم، مهما كانت العلوم، حتى علوم اللغات تطور نفسها دائما ضمن مفاهيم رياضيه، يعني تحتاج الى رياضيات للتطوير، يحتاج الى العقل البشري للتطوير، تطور العقل البشري يحتاج الى رياضيات اكيد. واليوم بنشوف يعني الاشخاص اللي عندهم خلينا نقول مستوى عالي بموضوع الرياضيات بتحس عندهم تميز. تمام. بحياتهم تميز. تمام. حتى بالمواد. تمام. الدراسيه. تمام. اليوم شو علاقه هي المهاره بالمواد الدراسيه؟ هلا من يتميز بالرياضيات يتميز بباقي العلوم الاخرى جميعا. من هو قادر على حل مشكلات الرياضيه هو قادر على حل اي مشكله، مهما كان العلم اللي عم يتعرض له، مهما كان الشيء اللي عم يتناوله، يعني من العلوم الاخرى مثلا طب، هندسه، كذا، مهما كانت تحتاج الى رياضيات، تحتاج الى منطق اولا، تحتاج الى مفاهيم مجرده ثانيا، تحتاج الى احساس مجرد بالحس الرياضي ثالثا، يعني هي كلها تجمع عند الانسان المتلقي مفاهيم معينه تساعده على انه يتجاوز هي الاشياء اللي هو بيكون عم يجهز حاله ليتعرض له، ليدرسها، ليتعامل معها، يعني من بداية من الطب البشري مثلا قراءة المخطط، التخطيط أيا كان التخطيط هو عبارة عن منحني رياضي، الفن هو الرسم، جمالية الرسم هي جمالية تقترب من الحدود خطوط. الطبيعية، من الخطوط، أنواع الخطوط الطبيعية. إذا كان الحد الطبيعي للمزهرية غير منطقي ترفضي هاي الرسمة الجمالية، يعني العين بترفضها، وبالتالي نحن نحتاج إلى رسمة أقرب للواقع، هي عبارة عن منحنى رياضي. الرسام ما بيدرس الرياضيات، مع أنه في ليوناردو دافنشي مثلا رسام مشهور هذا عالميا، لكن هو كان عالم رياضي، يعني كان له كذا إبداع واختراع في الرياضيات.
تمام استاذ عمار، يعني احنا بنعرف هلا طلاب الشهاده الثانويه هنن على ابواب المفاضله لحتى يحددوا اكيد المستقبل الجامعي لهم. خبرنا شو هي اقسام علم الرياضيات وشو اصعب قسم برايك وشو هي تطبيقات هذا القسم؟ هلا اقسام الرياضيات اقسام متعدده لا نهائيه عددها. اقسام الجامعه هون يعني بيتحدثوا عنها، هي بتتبدل كل فتره والثانيه، بيتحدثوا عنا دكاترة الجامعة الموجودين مختصين بالجامعة. يعني أنا صار لي زمان بعيد عن موضوع الاختصاص الجامعي بالجامعة، لكن أقسام الرياضيات يعني لها بداية وليس لها نهاية. أحيانا يبدأ الإنسان بشيء صغير مثل ما بلشنا نحن بدراسة الرياضيات البحتة مثلا بالسنة الثانية، بعدين تطورت هيك ودرسنا المعلوماتية وعلاقتها بالرياضيات والخوارزميات وفيما بعد ما أشياء ثانية كثير يعني مختلفة تماما، وصولا الى انه مثلا واحد يوقف عن مرحله معينه بيقول انا بدي بلش حياتي العمليه من هون. لكن اقسام الرياضيات لا نهائيه، دائما في اكتشاف، في تطور، في تفكير، في مسلمات جديده، في افكار جديده، في مبرهنات جديده تحتاج الى مين بيتبنى عمليه البرهان، مين بيتبنى عمليه توطين هذا البرهان بشكل جيد، بحيث انه مثلا يبدع يصل الى مرحله متقدمه فيها بيجي حدا غيره مثلا بده يكمل بهذا الموضوع. تمام. طيب استاذ عمار، حضرتك مدرس رياضيات لاي صف، لاي عمر؟ للمرحله الثانويه. بنين او بنات؟ بنين وبنات نفس الشيء. يعني احيانا بيكون الاستاذ بس لمدارس البنين. طيب اليوم من خلال تجربتك واحتكاكك مع هذا العمر، تمام، واليوم انت حضرتك عم تتعامل مع عمر جدا حساس وهي مرحله المراهقه، يعني احنا بنعرف كيف بيشعر بهي المرحلة، واليوم عم تقدم له مادة هو بالأصل ممكن يستصعبها. تمام. اليوم شو دورك لحتى تخليه يستسهل هي المادة يحبها؟ هلا هو يستصعب المادة شيء وبيرفضها شيء آخر. دائما بنقول لهم مثلا لبعض طلابنا اللي بيلاقوا انه بيستصعب المادة، بنقول لهم هي الزجاجة المحطوط فيها سفينة تباع كقطعة أثرية مثلا ببعض الأسواق، انه طالع لنا السفينة من قلب الزجاجة، عنق الزجاجة ضيق جدا ما بيحسن يخرج السفينة من داخله. بيقول لي ما بنحسن طالعها، اللي دخلها هو اللي بيطالعه. نحن بحاجة انه اللي دخل فكرة انه الرياضيات صعبة ومستحيلة هو نفسه اللي بده يطالعها. هذا الشخص مثلا بده يحاول، المدرس دائما بيحاول يبسط المعلومة، يقارب بين بعض النقاط لنقاط واقعية، بيحاول ينزل لمستوى الطالب يعني على تفكيره تماما، على مبدا سيروا بسيري اضعفكم. يعني لازم الطالب هذا يفهم الماده، يستوعب الماده، يرتاح الماده، ترتاح بمخه. بعدين مساله دراسه الرياضيات ما هذيك المساله الصعبه جدا، ولا هي بتتم بيوم وليله مثل بقيه الدراسات الاخرى. نحن بحاجه انه طالب يدرسها على مدار عام كامل، بخصص من كل يوم مثلا من وقته تقريبا ساعه ساعتين حسب قدرته، ثلاث ساعات لدراسة وحل تمارين يدوية بإيده، بده يشتغل، ما بده يستنى حدا يحل له إياها، ما بده يحفظ شيء جاهز، دائما الجاهز لا يعطي نتائج. تشغيل الدماغ يعني. كان تشغيل الدماغ هو أساسي بهذا الموضوع، فنحن بحاول قدر الإمكان أنه نبسط هاي المعلومة ضمن مناهج وزارة التربية، نساعد الطالب على أنه يفهم يعني ياخذ هاي المعلومة، يتشرب المعلومة بشكل جيد، وثم فيما بعد بحاول يستنتج منها مثلا حلول التمارين، افكار ثانيه مثلا بحاجتها هو ضمن نص السؤال، ولكن هي سؤال دائما لا يكون صيغه جوابه موجوده مباشره بحيث انه نعم او لا. تمام استاذ عمار، يعني ماده الرياضيات اثارت جدل كثير كبير بالدوره الاولى من الامتحانات لطلاب الشهاده الثانويه، وبعد ما عملوا التكميليه سمعنا انه كانت الرياضيات اسهل من الدوره الاولى. خبرنا اكثر عن رايك، كيف كانت مستوى الاسئله؟ هل فعلا كانت مناسبه بجميع المستويات؟ شو اللي فرق عن الدوره الاولى؟ هلا هي الدورة الأولى والدورة الثانية تقريبا متماثلتين. اللي فرق انه معدل دراسة الطلاب تقريبا ازداد الضعف، بانه مثلا بيبتعدوا عن القوالب الجاهزة، بيبتعدوا عن الأفكار اللي انه هي بكرة جاية، هي بكرة مو جاية، هي التوقعات وأساليب التوقع مثلا، وفلان بيتوقع وبيجي أو بيصيب أو ما بيصيب، هي كلياتها مرفوضة، لأنه نحن بالأساس نبحث عن عقل بشري، يعني عن تطور عقل بشري، عن هذا التطور بده يقوده لدراسة جامعية متخصصة فيما بعد في شيء ثاني، ممكن يكون طب، ممكن يكون هندسات، ممكن يكون شو ما كان، لكن علامته هون بتفاضل، هي بين
بين مثلا الدورة الأولى والدورة الثانية. نحن بحاجة أنه مثلا طالب استوعب مادة الرياضيات بشكل جيد، قرأ كل ألغازة وفهمها وفهم طريقة حلها وآلية حلها وما حفظها، فهمها أهم من كلمة حفظها، وبالتالي ازدادت نسبة النجاح بالدورة الثانية بشكل كتير كبير. ارتاحوا الطلاب لما فهموها صح، ارتاحوا فيها بشكل جيد جدا. يعني نحن معروف استاذ عمار، المواد العلميه ان كان فيزياء كيمياء او رياضيات هي ابدا ما انا بحاجه لا للحفظ ولا للبصم، لا اكيد لا، بحاجه للفهم فقط تماماً. يعني ويمكن الوقت مهم جدا، عامل تماماً. مهم جدا يقدر تدريبك حضرتك للطلاب يعني من خلال مجالك انه كيف ياخذوا وقتهم المحدد وما يتاخروا بالاجابه، يدرسوا رياضيا صح. نحن اذا عم نحكي عن موضوع دراسه المرحله الثانويه، دراسة المرحلة الثانوية لازم تكون دراسة يومية للرياضيات منظمة بشكل جيد، يعني يدرس كل درس بدرسه، يحاول يحل تمارينه، يستنبط كل الأفكار الموجودة، يكتب على هامش الكتاب كل الأفكار اللي عنده، يسأل عن الأسئلة المبهمة عنه، يعني بيحاول يساعد نفسه دائما في حل مشكلات المادة اللي قدامه، ما بيتركها مثلا لوقت الاختبارات، لوقت المذاكرات، لوقت الفحوصات النهائية. مثلا بيقول لك خلال يومين ثلاثة درس الرياضيات، ما في حدا بيدرس الرياضيات خلال يومين خاصة ثلاثة، خاصة مادة الرياضيات ما في حدا بيدرسها خلال شهر ولا خلال ثلاثة شهور، بيدرس مادة كاملة خلال ثلاثة شهور ما بتحسن الطالب بيدرسها خلال ثلاثة شهور، ولو ما وقف على راسه أستاذ هو في عدم المؤاخذة. يعني إذا بناخذ مثلا إنه نحن لمادة العصير اللي بنحب نشربها، كل إنسان هذا ذواق في العصير تبعه، بيحب يشربها مثلا يوم يومين ثلاثة وبعدين بيكرهها، مزبوط لما لا. وهي الرياضيات نفس القصة، هو بحاجة انه توزيع على مدار ايام السنة الدراسية كلياتها، توزيعها بشكل منتظم وعادل على مدار الفترات كلها بشكل جيد، بحيث انه لا يهمل شيء ولا يؤجل من اسبوع الى اسبوع ليصل الى نتائج مرضية. بنقول لهم لطلابنا علامة النجاح في الرياضيات هي 600 من 600 و599 بنعتبرها راسبة. لا يا استاذ، بالعكس هي حلم بتكون لك طلاب. لا مش حلم، هي حلم يتحقق هذا الحلم. خاصة هلا استاذ، يعني بعد ما تغيرت النماذج وتغيرت المناهج، قد ايه صرنا نشوف اليوم طلاب يعني دخلوا بهي المرحلة، ولاحظنا شغلة هايدي انه بالتكميلية او بالفحص النظامي عانوا من مشكلة الوقت، انه خلص الوقت وما خلصوا طبعا حضرتك بتعرفي انه لكل مسألة في لها أكثر من وجهة نظر للحل، لكن الجواب واحد ثابت، أن يختار الطريقة المناسبة السريعة البسيطة المريحة، أسهل من أنه يختار الطريقة الطويلة. يعني الطريقة السهلة البسيطة أحيانا السؤال بينحل بسطرين، هو نفسه بينحل بصفحة أو صفحة ونص مع الطالب. ليش نحن بنعلم الطالب مثلا بعض القوالب الجاهزة، نبحث عن طالب متميز في الرياضيات لنعلمه كل شيء في الرياضيات، كل شيء فيما يخص منهاجه في الرياضيات، سواء المرحلة الدراسية الثانوية أو المرحلة الدراسية الجامعية. تمام. في اليوم نقطة كمان مهمة، نحن لما الطالب يخلص تاسع ويطلع على 10 والحادي عشر بتلاقيه خلص هون ما عاد بيعطي أهمية للدراسة، وتحديدا لمادة الرياضيات بيوصل للبكالوريا يمكن ما عنده هي الأساسيات، قد ايه هذا الشيء غلط؟ هون ببلش يعلق بالمشاكل بالبكالوريا. تمام، هون المشكلة كلها بحد ذاتها أستاذ عمار. هون نحن بحاجة إنه مثلا هذا المخ البشري مثل السيارة اللي بنتركها فترة ما بنشغلها، تمام، شو بيصير فيها أول تشغيلة؟ بدها تعاني معاناة كثير كبيرة. تمام. وهذا نفس الشيء مخ الطالب هيك بهالطريقة هي، إذا ما حسن يتعامل مع المادة العلمية اللي هي بتعتمد على الفهم بالدرجة الأولى، مقاييس الفهم بالدرجة الأولى، ويحاول يقاربها إلى شيء ملموس ككتابة، بالعاشر بالحادي عشر بده يلاقي صعوبات كثير كبيره بالبكالوريا، هو ما تعود يمسك القلم ويشتغل فيها، وهي الرياضيات تحتاج الى قلم بالدرجه الاولى، قلم ورقه. خلال سنتين بجوز تغير مناهج، بصير اضافات وخارج هذا السرب. لما يكون في تغيير مناهج بيكون تغيير تسلسلي، يعني بتغير عاشر بعدين 11 بعدين بكالوريا، مع الطلاب بيمشي كلمه كلمه، يعني ما مثلا درس منهاج عاشر بشكل او دخل عليه منهاج بكالوريا بشكل اخر، لا ما بيصير. كان في تخوف للطلاب السنه من موضوع الاتمته انها هيك حتدخل بشكل كثير مباشر، ف
كان في تأجيل من وزارة التربية للسنة الجاية حتى تماماً. يتم تهيئة الطلاب. طيب اليوم أستاذ عمار وقت اللي بنحكي نحن عن مادة رياضية نحن هي مهارة وليس اكتساب صح. يعني مهارة. فخلينا نرجع للمنشأ لهذا الطفل اللي نحن المفروض ننمي عنده تماماً. هي المهارة واللي حتضيف على شخصيته قصص أو نقاط إيجابية. واليوم عم نشوف مهارات كتير إن كان الحساب الذهني إن كان صح. المونتسوري إن كان المكعب روبيك صح. هدول المهارات ومادة الرياضيات وثقلها بعمر الطفولة قدامهم هذا شيء كثير أساسي وكثير جوهري. طبعا المهارات تبدأ مع الطفل من هو بالكيجي مثلا بالروضة قبل ما يبلش يتعلم مثلا الألف باء بيتعلم مهارات. هي المهارات هي تعتبر هي مهارات رياضية ابتداء من مثلا تجميع الصور هي تعتبر مهارة رياضية إلى وصوله لمكعب روبيك إلى وصوله لمسألة الحساب الذهني هي كلها خلال فترة زمنية معينة مثلا لعمر 10 سنين لازم يكون مكتسب جزء منها حتى يصير في عنده شغف بمادة الرياضيات والحب اللي بيزرعه أستاذه في الرياضيات بينه وبين أستاذه يعني ثقته بمدرسه أو مدرسته طبعا ومحبته لإلهم هن بيساو عنده حس رياضي حدس رياضي بيصير بيحب مادة الرياضيات أكثر من غيرها فضلها على أكثر من غيرها بوجود المشاكل الموجودة مثلا إذا كنا عم نقول أنه فيها مشاكل بالنسبة للآخرين أقرانه من رفقاته لكن هو لا يعتمد مسألة الحفظ والبصم على قد ما بيعتمد مسألة الفهم والاستيعاب وتوطين الحل أكيد خلينا بالختام نأخذ نصائح من حضرتك اليوم لطريقة صحيحة بدراسة الرياضيات وخصوصا طلاب يلي السنة الجاية عندهم شهادة ثانوية يعني أنا بتمنى لكل الطلاب التوفيق أيمتى ما كانوا مهما كانت شهاداتهم بتمنى أنه يستوعبوا مسألة أنه لازم الرياضيات تندرس يوميا وليست مثلا يوم إيه 10 لا أو تندرس وقت الامتحان فقط لا غير الرياضيات لا تحفظ حفظ الرياضيات تدرس فقرات صغيرة بشكل متقطع تحل جميع التمارين الطالب لازم يشتغل بالقلم والورقة بإيده والله يوفق الجميع نحن مع الجميع بحيث أنه الله يسر لهم يا رب إن شاء الله يا رب الله يخليك يا رب أكيد أستاذ عمار بدنا نتمنى النجاح لكل طلابنا ولا إن اليوم آمين. مثل ما قلنا اليوم الرياضيات هي عنصر مهم بحياتنا اليومية وممكن عم نستخدمه من دون ما نشعر بهي القصة تمام. فهيك إن شاء الله هيك التوفيق لجميع طلابنا وتكون النتائج التكميلية شاني. مرضية لتعب وتعب أهلي وتعبكم اليوم إن شاء الله يا رب الله يوفق الجميع أهلا وسهلا فيك شكرا أستاذ نور شكرا